أعتذر لأنني فاجأتك مرة أخرى. أهلا. لماذا لم تأخذي اللوحة؟ هل أطمع بجواب؟ لم تعد طرق. هكذا؟ فجأة؟ محتمل. لماذا؟ لكنك أصريت على شرائها. ما الذي غيرك؟ كنت أظنها تعبر عن حالة معينة في حياتي، لكني أشعر الآن أن هذه الحاجة انتفت، لذلك تركت لها. أعذريني إذا لم أصدق حرفا واحدا من كلامك. أنت حر. لا داعي لإخفاء الحقيقة، فأنا أعرف. ماذا تقصد؟ هلا تكلمي، أريد أن أساعدك. قلت أنك تعرف. ماذا تعرف؟ من هو سليم أسعد؟ من هو سليم أسعد؟ لا أعرفه. هو مثلك أصر على اللوح. قلت لك لا أعرفه، ثم لماذا تتدخل في شؤوني؟ من قال لك أنني هنا وأعطاك عنواني؟ سليم أسعد. سبق أن قلت لك بأنه هو الذي أعطاني عنوانك. شاهدته يتحدث إليك في المعرض ثم تبعك إلى هنا، وأنا تبعتكما معا. يبدو أنك متعدد المواهب فعلا، ومن هذه المواهب التجسد. لا، هذه موهبة يختص بها سليم أسعد. هلا، عندما طلبت اللوح طلبتها برجاء، بتوسل، وتحدثت عن التضحية، عن الجندي المجهول الذي يضحي في سبيل الآخرين دون أن يعرفه. لماذا قلت ذلك؟ أي تضحية تعني؟ هلا، أنا أشعر فعلا أنك بريئة، وبأن سليم أسعد سيف مسلط عليك. أردت اللوحة لنفسي، صدقني. لماذا لم تأخذيها إذن؟ هل انتهى التحقيق؟ أريد أن أنصرف. اذهب أرجوك. منذ البداية كنت أعرف سر اللوحة. كنت أعرف لماذا يريد سليم أسعد اللوحة. لكني كنت أثق فيك. مشاعري رفضت أن تصدق بأنك تتآمرين معه في عملية خسيسة كهذه. ثق بذلك. لماذا وثقت بي إذن؟ لأنني لأنك أب. هلا تكلمي، أريد أن أساعدك، أريد أن أنقذك. تركت اللوحة لأنها لم تعد تعجبني. اسمعي، يجب أن ننتهي من قصة سليم أسعد هذه ونسلمه للبوليس. لا أرجوك. لماذا؟ أنت تسأل كثيرا. اذهب أرجوك.